في الفيديو ده احنا بنتكلم عن الكورونا الجزء الثاني واللوك داون واللي حصل معانا، وبعدين في الجزء الثاني منه هنتكلم عن اللقاء بتاعنا في الفيديو الجاي هيكون مع مين وايه الموضوع اللي هنتكلم عنه وليه مهم جدا ليك لو انت راجل في ثانويه عامه او انت اب عندك ابن في ثانويه عامه او انت داخل كليه او لو حتى انت في سنه اولى كليه، فانت محتاج تتفرج على الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في فيديو جديد. الكورونا ما ادراكم ما الكورونا. بقينا دلوقتي في ليفل 2 اللي هو المستوى الثاني من الخطر بالنسبه للكورونا. المره اللي فاتت احنا كنا في ليفل 4 في اللوك داون الاولاني اللي بدا في فبراير تقريبا واستمر لشهر او اتنين حاجه كده. الفرق بين اللوك داون الاولاني واللوك داون الثاني، طبعا اللوك داون يعني البلد كلها مقفوله، ما بينزلش غير في الليفل 4 ده، ما بينزلش غير الاسينشال وركرز اللي هم الدكاتره والناس اللي البلد ما تمشيش غير بيهم. الفرق بين اللوك داون الاولاني والثاني ان الاولاني كنا مستعدين مستعدين ليه نفسيا، ويمكن كمان في الشغل خدنا العده بتاعتنا والشاشات وكل حاجه والكلام ده. لكن في اللوك داون ده الموضوع حصل كده اللي هو ايه، جت رساله بالليل ما حدش هينزل بكره فبصراحه كانت صدمه يعني. ولكن الحمد لله خلاص اللوك داون خلص، والشركه بتاعتي بتنزلنا دلوقتي يومين اثنين وثلاث. البلد هنا عاملين لكل مساحه عدد معين، يعني الاسانسير ما يركبش فيه غير واحد، لكل مش عارف كم متر يبقى فيه كام شخص. في بعض المحلات يقول لك مثلا ايه ما ينفعش يكون موجود غير واحد بس لان مساحه المحل صغيره. فكذلك الشركه عندنا بتحاول تراعي ان عدد الاشخاص اللي يكونوا موجودين في المكان ما يخترقوش القانون ده. عدت ان شاء الله. تعالوا كده افرجكم النهارده الباص عامل ازاي مع ليفل 2. الباصات كلها شغاله بنص كفائتها، يعني الباص 50 شغال ب 25 او حتى 18 يمكن حاجه زي كده. الباص عدى اهو وفات عليا فتعالوا نستنى الباص اللي بعده بوريكوا هو عامل ازاي. طبعا الكمامه اجباري، صراحه ما كنتش اتخيل ان انا في يوم هلبسها، وحسيت فعلا بمعاناه الناس قد ايه الناس بتعاني. امبارح كان اول يوم ليا. طبعا الكمامه اجباريه في الباص، صراحه الكمامات اللي بتترمي بقت غاليه قوي، الكمامه بقت بدولار او باتنين دولار حاجه زي كده. فجبت الكمامه اللي هي البوليستر دي، لو حد حابب يجيب منها وهو هنا في نيوزيلندا هحط لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. عايزين نطلع الكارت. طلعنا الكارت. بص الباص ده الكفاءة بتاعته 39، اللي عايز يركب يركب ورا، الباب اللي قدام ما بيفتحش. مورنينج. كراسي ده ما تقعدش عليه، ده تقعد عليه. عاملين بين كل واحد واحد كرسي. طبعا في كيو ار كود، طبعا الكيو ار كود ده انت محتاج انك تقراه بالموبايل بتاعك. في ابلكيشن معين للحكومه انت بتستخدمه عشان تسجل ان انت جيت المكان ده، بحيث ان هو لا قدر الله لو حصل اصابه او كان في حد مصاب هيقوموا باعتين نوتيفيكيشن على الابلكيشن ده، بحيث انك تعرف فتروح تحلل او تعزل نفسك والكلام ده. الاعلانات في الشوارع بتاعت اوكلاند في السيتي ضيقوا معظمها، شايفين العلامات الصفراء دي ما كانتش موجوده قبل كده عشان يكبروا الجزء بتاع المشاه. حاطين هنا حاجات اسمنت بحيث ان المشاه يقدروا يمشوا هنا عشان يوسعوا الممشى بتاع المشاه، بحيث ان الناس في العربيات كده كده هم معزولين عن بعض، اما المشاه فمحتاجين مساحه اكبر. يعني كل الحاجات اللي لونها بنفسجي دي للمشاه. الناحيه الثانيه كمان خلوا بس الاماكن بتاعه الوقوف العربيات بتاعت الدليفري او موقف الباص، بحيث ان الباص يقدر يقف فيها ما يقفش في نص الطريق. قدر الطريق مكان حارتين بقى حاره واحده. شايفين هناك دي عربيه واقفه اهي وادي الباص جاي، هي حاره واحده اللي شغاله. يقول لك الاسانسير ماكسيموم واحد. الاسانسير بتاعنا ما بقاش شغال غير بالكارت بغض النظر عن الوقت. قبل كده ما بيشتغلش قبل الساعه 8 من غير كارت، لكن دلوقتي الكارت بقى اجباري عشان مش اي حد يطلع. بعدين حاطين الكود بتاع الحكومه، وبعدين بيقول لك ايه طهر ايدك قبل ما تدخل المكتب. دايما الناس بتتعامل مع موضوع الدراسه على انه مدخل خلفي للدول عموما، لكن الموضوع اكبر من كده بكتير. لو انت في ثانويه عامه او انت داخل كليه قريب، او كنت واحد من الناس اللي نفسه يسفر ابنه او بنته ان هم يدرسوا، الفيديو اللي جاي هيكون مهم جدا بالنسبه لك. الدراسه هي ممكن تكون مش بس مدخل خلفي للبلد، لا هي حاجه كمان تعرفك اكتر على البلد وتعيشك عاداتها وتقاليدها ولغتها، وكمان لما تخلص تقدر تاخد عقد عمل في البلد دي بحكم ان انت قعدت وعرفت كل المداخل والمخارج وعرفت كل حاجه عن البلد. الفيديو الجاي هنستضيف شخص جميل انا شخصيا بحبه وعامل له سبسكرايب في القناه بتاعته من فتره طويله جدا، وهو معاذ اشرف. معاذ راجل جميل خلص ثانويه عامه في السعوديه وقال لك انا عايز ادرس في اي مكان بره، قام راح تركيا. راجل شمر عن ساعديه، دخل على الانترنت عرف كل المعلومات، بعت للجامعه خد الموافقه طلع الفيزا سافر تركيا وبدون اي سابق علم
او معرفة باللغة التركية او حد عنده في تركيا بدون حتى ما حد يستقبله في المطار. طيب ايه بقى التفاصيل بتاعت الفيزا بتاعته؟ ايه خد الفيزا وازاي قدر يقدم على المعادلة والرحلة بتاعته من ساعة ما ساب السعودية وبعدين راح تركيا؟ عمل فيها ايه؟ الخطوات بتاعتها بالتفصيل هنتكلم عنها ان شاء الله في فيديو لايف. لو عندك اي اسئلة ليها علاقة بالدراسة في تركيا عايزك تحضر معانا الفيديو ان شاء الله. احفظ بقى المعدة عندك ان شاء الله. استنونا يوم الحد الساعة 12 الظهر بتوقيت القاهرة عشان هنكون في لايف بنتكلم عن الدراسة في تركيا مع معاذ أشرف. فلحد ما نيجي يوم الحد إن شاء الله نشوفكم على خير. والسلام عليكم.